الامور كلها تندرج في توجهات الساميه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله واياده، وكذلك في اطار الحمله الاقليميه ديال التبرع بالدم. فكساكنه ديال الدير وحنا من طبيعه الحال منخرطين في جميع يعني اي حاجه اللي فيها مساله ايجابيه للساكنه فاحنا نخرطوا فيها، وكنطالبوا الجميع باش ينخرط في هذا العمل الانساني اولا قبل كل شيء، اللي من طبيعه الحال انقاذ روح ديال الانسان فما ما كتقدرش بثمن. وبالتالي فاحنا من هذا المنبر كنبغوا نبلغوا لكافه الساكنه والناس كلهم باش ينخرطوا بقوه في هذه العمليه هذه اللي هي عمليه ايجابيه اللي غيستفد منها الجميع من طبيعه الحال، وانقاذ اي شخص فهو رهين بهذه الخطوه هذه اللي غنديروا جميع. غساد ايكا تسكليت تسكرات اللي ستنظم المنظميات الحمايه من التبرع بالدم من بعد الحمله الاولى على صعيد الاقليم رودانت، الحمله الاولى تكتين حول التيمه، الحمله الثانيه جامعه سيدي موسى الحمري، الحمله الثالثه الجامعه ديال جامعه الدير. نشكر الدكتور الشرقاوي اللي ديما دي حلنا المناسبات من تبرع الدم، ايكا الطبيب الاقليمي من مركز تحقن الدم. نشكر كل المتطوعين نحن المنظمه اللي ديما ارتشكان كل تكليت لا مختمس كن حملات التبرع غير الحملات التبرع الدم تلا على الصعيد الاقليمي تاع رودانت كلوت.